اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده حاب ان هي تكون لها مذاق خاص وطعم تاني. هي نفس المكونات، ربنا سبحانه وتعالى عادل في الحاجات اللي بيديها لنا حلوه نستمتع بيها. معانا شويه لحمه ضاني حلوين ملبسه، حته اللحمه فيها نسبه دهون من 30 ل 40%. هنعمل النهارده طاجن اللحم بالكاري، ده عايز شويه رز ابيض كده والواحد يكون قاعد نفسه ياكل حاجه فيها صوص كاري، وخاصه لما نخدم عليه كويس بالصور كريم بالزبادي بجوز الهند، والاكله دي طبعا جذورها بترجع للمطبخ الهندي. معانا ورق عنب النهارده، لازم اعمل حله ورق عنب عشان ارضي جوزي. بالعكس، انا هخليك تعملي النهارده ورق عنب سلطه لطيفه وجميله بزيت الزيتون مع البرغل، نفس الطعم اللي لو كنت عاملاه محشي ورق العنب. هنعمله النهارده بتكنيك عالي جدا، هياخد عصير الليمون وياخد دبس الرمان وزيت الزيتون، حاجه لطيفه. وهنستخدم طبعا البرغل بدل الرز لو احنا بنحشي ورق العنب. معانا النهارده طبق مقبلات لطيف وجميل، مش كل يوم لازم يكون فيه طرشه على السفره، املاح كتيره ومش عارفين المصدر بتاعه، فانا عايزك تعملها على السفره بتاعتك شويه طبق طماطم بالزيتون الاخضر او الزيتون الاسود مع التوابل اللطيفه الجميله. تعالوا مع بعض نعمل سلطه. السلطه اللي انا هعملها سلطه الطماطم المتبله بالزيتون الاخضر، مش هتاخد مني وقت عشان كده سبتها للاخر، هتسلى فيها كده وانا واقف لاني محتاج اقطع الطماطم بشكل هندسي. حلو قوي، بلانشة بتاعتي زي الفل. معانا طماطم، شفنا المقادير، مقادير زيتون اخضر معانا مع بعض اهي زي الفل، طماطم قد بعضها تقريبا بالشكل ده كده، ومعانا قرن فلفل حار ده اختياري، ومعانا توم وزيت زيتون وعصير حامض. هي دي المقادير، بسيطة وسهلة في متناول الجميع، بس ده يغنيك عنك تشتري طبق مخلل أو طبق طرش. حلو، تعالوا نقطع الطماطم دي كده مع بعض في بولة حلوة زي الفل. نعمة، شيل ده من هنا كده، إيه رأيكم؟ اللهم صل على النبي. حلو ده معانا كده يا شباب أهو زي الفل. ناخد الطماطم بالشكل ده كده، دي طريقة، شفت الشكل ده اهو نفس الطريقة، تقوم دي تتبل معاك بسرعة اهو، كمان واحدة اتنين تلاتة مع بعض، ناخد دي كده اهو الشكل ده كده اهو زي الفل. دي لا اهو، زي الفل. دايما لما تيجي تعمل سلطه، سلطه طماطم، سلطه بنجر، سلطه بطاطس، تقطيع الخضار بالسكينه لازم يكون ليه فيه شكل هندسي او بطريقه فنيه بتقوم تجذب الضيوف على السفره. يعني مش لازم ان انا اشتغل في مطعم او ان انا اروح اكلها في مطعم اعملها لي بشكل هندسي، اعملها لي بشكل حلو. انت في البيت تقدر تعمل الحاجات دي كلها باقل تكلفه. شفت الطماطم ازاي شكلها حلو متنظفه وزي الفل. تختار الطماطم اللي قلبها احمر مش اللي قلبها اخضر، يعني تكون مستويه. دول كفايه كفايه، حاضر عشان وقتنا. ناخد الفلفل الحار ده كده اهو، انا بحبها سبايسي شويه، وطبق مقبلات بيغنينا عن طبق طرش. دول كفايه قوي، ادي فرصه الاولاد ياكلوا منها ما تبقاش حار قوي زي الفل. اخد عصير الليمون انزل بيه، حلو قوي، زيت زيتون انزل بيه. خلي بالك ورقتين نعناع اخضر هنا مهمين جدا، لهم دور كبير. بقطف في ورقتين حلوين بلا العرق، مش عايزه العرق بتاع النعناع. ليه بقى يا شيف؟ ده مرار، ربنا يكفينا شر المرار. اوعى تحط عرق النعناع الاخضر في التبوله ولا في السلطه ولا في الفتوش. دول كده زي الفل، خدتهم كده تمام. انا حابب اعمل طبق سلطه معاكم النهارده، دايما السلطه بنطلع بيها جاهزه بس النهارده بنعملها مع بعض. ادي توم طازه، السلطه دي عشان تاكليها وتبقى حلوه بجد والله العظيم لازم تعملها وتحطها في الثلاجه ساعه زمن تاكل صوابعك وراها. حطينا الملح
زيت الزيتون معانا زي الفل. ميزة السلطة دي كمان تتحكمي في الملح بتاعها. معانا مشكلة مع الضغط، معانا مشكلة صحية، ايه المشكلة لما انا بعملها من غير ملح خالص؟ مش هيحصل حاجة. شوية بقدونس حلوين، بصلاية ناعمة اختياري، لسه ما خلصتش. حلو، معانا الزيتون الأخضر الحلو الطعم بقى اهو. ناخد الزيتون كده بإيدينا اهو، شفت الزيتون ده كده اهو، ده زيتون أخضر تشتريه من عند البقال وما يكونش فيه نوى. في زيتون معاه جزر مفيش مشكلة، مش هيقول لا، باخده بالسكينة كده اهو. ده بقى هيديك التست بتاعه والطعم بتاعه اهو. التكسيرة بالسكينة دي مهمة، ما تضربوش في الكبة. أنا عايز شخصيته مع الطماطم اهو، أفرمه بالسكينة كده بالشكل ده كده اهو. سلطة لطيفة وحلوة، لو لفيتي عند كل محلات الطرش مش هتلاقيها. دي حاجة عندك أنت وبس، عشان بتتابع الشيف المغازي اهو. الزيتون بالشكل ده كده اهو. زي الفل، اخده زي ما هو كده اهو. الله، طبق مقبلات من ايدك. هناخده كله زي ما هو كده ونشيل كل حاجه من هنا عشان نغرفه كمان بشكل حلو واحنا مع بعض اهو. نقلبه الاول. اللهم صل على النبي. السلطه دي لازم تتقلب كويس. زيت زيتون، عصير حامض، ثوم طازه، طماطم قطعناها بقلبها عايزها، بقدونس، نعناع اخضر، قرن فلفل سبايسي، الزيتون الاخضر قطعناه كريهات صغيره. كل ده مع بعض، وزي ما قلت لك انا ما بكدبش، بقول الحقيقه. السلطه دي عشان ناكلها دلوقتي مش هنستطعمها. طب نستطعمها نعمل ايه يا مغازي؟ تتحط في الثلاجه لمده ساعه تقريبا، هتاكليها وتاكلي صوابعك وراها. نختار طبق حلو زي ده كده، اللهم صل على النبي، ونغرفها هنا ألف أنا وشيفة للي ياكل. عايز كمان ولا نمشي؟ حبيب والديك. حلقتنا النهارده بساطة سهولة مرونة. قدرنا نخش المطبخ الهندي، نخش المطبخ المصري. أنا دايماً بقول الأكلة باللي بيعملها، أياً كانت الجنسية بتاعتها والبلد بتاعتها. عملنا النهارده طاجن الدجاج، طاجن اللحم بالكاري. شفنا عملناه مع بعض إزاي؟ التست بتاعه جه منين؟ من جوز الهند اللي دوبناها مع معلية من النشا في قلب المية وحطناهم في الآخر. معانا طبق سلطة جامد جدا فيه كل العناصر الغذائية والقيمة الغذائية اللي بيحتاجها الجسم، بداية من الطماطم والرمان، مفيد جدا، ورق العنب، عصير الليمون، زيت الزيتون، التوم، النعناع، البقدونس، البرغل، منتج من البقوليات. معانا الطماطم جميلة، نوع من أنواع المقبلات على السفرة، بيغريك إنك تروح محل الترشي ما تجيبش ترشي لأولادك في ملح زيادة وما تعرفيش المصدر بتاعه. عدل السفرة بتاعت شوية رز أبيض حلوين زي الفل، بيتكلموا مصري مع طاجن الكاري، أكيد طبعا فينا انسجام لطيف وجميل. يعني نقول مع بعض بصوت عالي، وبشكر حضراتكم الكلام الطيب الحلو اللي بسمعه من كل السادة المشاهدين من كل المحافظات، بصراحة بيخليني أذاكر طول ما انا قاعد علشان اقدم لكم الحاجه الحلوه، اذاكر من جوايا، اذاكر جوا نفسي، اتحدى نفسي من جوايا، انا مش بتحدى حد، انا دايما اتحدى نفسي من داخلي عشان اعمل حاجه حلوه، ولما بتحدى نفسي بقى اطلع حاجه حلوه. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.
We'll be right back.